دالجيت شب كتير منيح، بس ما بعرف شو اللي صاير معه هالأيام، عم يحكي عن كل شي بغرابة. لو سمحتي، مو هذا هو موضوعنا. أمي، في بيناتنا سوء تفاهم. أنت مفكرة أنه صيبة غلطاني؟ كل اللي عملته هي كان من شاني، من شان مصلحتي أنا، ونحن كيف عم نجازيها؟ بلا مسخرة، هاي البنت بدون ما تشرح لك راحت تزوجت شخص تاني غيرك أنت. هالبنت اللي كسرت لك قلبك عم بتدافع عنها هلأ؟ اللي هي كيف عملت هيك من شانك؟ يعني كيف بدي قلك الحقيقة؟ قلك إنه مشان تنقذني وتخلصني من تهمة قتل ضحيت وتجوزت غصب عنها. ليش سكتت هلأ؟ احكي شو بدك تقول؟ أمي أنا ساكت لأنه اللي بدي أحكي أنت ما رح تقدري تسمعي أبدا. بدي أطلب منك طلب واحد، ما بدي أسمع أي كلمة مو منيحة عن صيبة. دالجيت ابني، كأنك نسيت، نسيت الكلام اللي حكيت لي إياه. أنت اللي قلت إنه ما عاد بدك تسمع باسمه ولا بأي شيء عنه. إذا هيك بدك فأنا بوعدك إنه ما رح أذكر اسمه، بس كمان تذكري منيح أمي إنه أنا ما بدي أسمع ولا كلمة على صيبة. شو اللي مو حابب تسمعه؟ ما شفت تصرفاتها؟ جاي لعنا على البيت مرة تانية وبكل وقاحة، وهالمرة البنت مو جاي لحالها، جاي مع جوزها اللي تعرفنا عليه وتضايقنا. أمي أنتي بتعرفي ليش هي هون؟ أكيد ما رح تجي لحالها مشان تطلب المصاهرة من عمي. طيب إذا هي غلطانة معك قليلي شو الغلط اللي عملوه عمي وبيوتي. جاوبيني أمي، قليلي شو اعتراضك؟ تعبت وأنا عم بحكي وعيد نفس الحكي، بس ما كنت تفهم علي. يمكن أنت ما بدك تفهم. شو بدك يعني احكي؟ مرت أخي؟ بقدر أقول لك شغلة؟ اسمعيني، بتتذكري وقت تركتكن ورحت على لندن؟ وقتها أنتو انزعجتوا مني، وأخي لحد اليوم ما بيحكي معي كمان، وطلع قدام كل الضيعة وحكى عني وقال لهم أنه أنا ماني واحد من هالعيلة. ايه بعرف، بس وبهذا الوقت كمان اللي تخلوا عني فيه عيلتي وقرايبيني، ما كان في حدا واقف جنبي غير بيوتي. مرت أخي رجاء فكري، أنا وحبيبتي بيوتي مو حاكين مع بعض من 20 سنة تقريبا، وأنا هنيك لما تجيني مصيبة ما كنت أزعل، كنت عم كفر عن أغلاطي، كنت أحس أني أناني والقدر عم يعاقبني على أنانيتي تجاه الناس. مرت أخي فهميني، أنا إذا ما تزوجت بيوتي اليوم وعشت معها أنا ما رح أقدر أنسى ولا رح سامح حالي، رح أعيش بعذاب وقهر لأني ظلمت بيوتي. أنتي لما أجيتي على هذا البيت أنا كنت صغير، عشت معك كل طفولتي، يعني أنا بعتبرك مثل أمي. بترجاكي توافقي أمي. أمي رجاءً.